ويكند ممتع جدا على الام تي في اكيد مع اخر حلقه من الموسم الرابع بدانسينج وذ ستارز. نشر اسبوع مرقه من الجمال، من اللوحات الراقصه الرائعه، من الازياء الرائعه كمان، وتعرفنا اكثر واكثر على نجوم بنحبهم. بثلاث نجوم: مارك حاتم، بديع ابو شقره، فاليري ابو شقره. اكيد نحن بانتظار اخر حلقه لنشوف مين رح يتوج، بس بالنسبه لنا الثلاثه عملوا شغل كثير حلو واكيد جمهورهم زاد اكثر واكثر. خلينا نشوف فاليري براسها. في الروندا فاليري ابو شقره مع اسدور ورائد. When you hold me in the street and you kiss me on the dance floor, I wish that it could be like that. Why can't it be like that? Cause I'm yours. We keep behind closed doors. Every time I see you, I die a little more. Stolen moments that we steal as the curtain falls. It'll never be enough. It's obvious you're meant for me. Every piece of you, it just fits perfectly. Every second, every thought, I'm in so deep. But I'll never show it. رائع فاليري بهالرقصة، أكيد دحتهم بانتظار الأحد الحلقة الختامية من الموسم الرابع لدانسينج وذ ذا ستارز. أما الليلة ما تنسوا موعدكم بعد الأخبار مع الحلقة الأخيرة، ومن بعدها منكون مع ستارز أون بورد. وقفي هلأ ومنرجع منتابع احنا وياكم ألايف.